بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، متابعينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني جدا بأن ألتقي بحضراتكم مع هذا الموعد الجديد من برنامجكم لمسة وفاء. لمسة وفاء اللي نواصل فيه استقبال ضيوفنا من الإطارات الطبية والشبه الطبية. نحن في سلسلة من الحلقات مع الإطار الشبه الطبي. وقت نحكيه على الشبه الطبي، هما اعتبره هنا شخصيا العمود الفقري لأعوان الصحة العمومية. وفي هذه اللقاء وفي هذه المرة يسعدني أن تكون معنا ضيفة من قطاع الصحة العمومية، وهي ممرضة أولى، وهما يلقب عنها وعلى جميع الممرضات بملاك الرحمة. نعم، ملاك الرحمة هي الممرضة التي تكون قريبة من المرضى، تخفف عليهم آلامهم وتكون أيضا قريبة منهم. إذن ضيفتنا هي السيدة نورة العبيدي. مرحبا بك أخت نورة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لمسة وفاء. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. إذن نورة العبيدي كما ذكرت هي ممرضة أولى، 37 سنة من العمل في مستشفى ابن جزار قسم طب الجراحة العامة، وهي اليوم نكرمها ونضيفها في برنامج لمسة وفاء. لو كنت عرفنا أخت نورة، من هي نورة العبيدي؟ تعطينا النشأة متاعها، النشأة متاعك بطبيعة الحال، مراحل التعليم متاعك، وبعد ندخل بطبيعة الحال مرحلة العمل في المستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم. نورة العبيدي حرم مقدامي، تولدت وترعرعت في حومة السيد، قرينا تعليم ابتدائي في حومة مدرسة السيد غربي القيروان. أيوة. انتقلت لمعهد ابن رشيق وبعد معهد الفتيات بسوسة، بعد التحق بالصحة مكتب الصحة. نعم، أظن أخت نورة ذكريات الصبا، ذكريات الطفولة بقيت عالقة وانت تسكن في حومة السيد، ولابد أن هناك دلالات اجتماعية وروحية في هذا الحي. بالطبيعة عيشتنا في حومة السيد ما تتنساش وما تتعوضش وما لقيناش كيفها. إيوة. طفولتنا كانت طفولة بريئة نظيفة، الكلنا وخيات والكلنا حباب، الجيران الكل عائلة واحدة. خاصة خطورة الحي متاعكم هذا كان يعج خاصة بأهالي القيروان. وقت نقول حومة السيد يعني هناك أطراف كبيرة عاشت في الحي هذا. وقت نقول أيضا مدرسة غربية القيروان، وقت نقول مدرسة غربية القيروان التي درست فيها، لابد أن فما هناك من المعلمين والمعلمات قعدوا في الذاكرة متاعك. بالطبيعة مش وبرشا ما نتفكر سنة أولى سيدة صوفيا المجبري ربي يرحمها، قراتنا سنة أولى مدام دربيل زيد ربي يرحمها، سيتي جاني البيب ربي يرحمه، مدام خديجة مغراوي ربي يطول في عمرها ويشفيها، سي سالم قدح في الرياضة، هذوما سي طاهر الحلوي كان هو مدير المدرسة. أيوة. سي مدرسة عريقة، مدرسة عريقة ومدرسة عريقة. والحاجة أني ما قدمتكش فيها من الأول، تدى أنت ممرضة أولى وأيضا رياضية بامتياز، بما أنك كنت لاعبة في شبيبة القيروان كرة السلة. تو نجيو بالحديث عن اهتمامك بالرياضة. إذا لو كنت تحكينا النشأة متاعك حومة السيد، هي حومة السيد لابد أن فيها عادات وتقاليد، خاصة أثناء رمضان، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الاحتفال بالعيد الأضحى والعيد العيد الصغير والعيد الأكبر. يعني في وسط عائلة تضم قديش من فرد؟ عائلتنا 7 أفراد، نحن حاشي 5 بنات وزوج أولاد.
والدي كان يعمل في التجهيز. عامل هادي الله يرحم. رب تعيش وترحم. أمي يرحمها رب بيت سهرت على تربيتنا تربية صحيحة وسليمة، والمرأة اللي ما تخرج من دارها بكل كان الشهور. الله يرحمها. الله أمي يرحم. أمي أمي لطيفة الشواش هك ولا؟ أي أم لطيفة الشواش الله يرحمها. هي نعم معناتها عائلة متماسكة، عائلة متناغمة، خاصة ثم زوز أولاد وخمسة بنات. وأنا نحب من هنا من المنبر هذا نوجه تحية إلى صديقنا وحبيبنا وهو ابن الإذاعة أيضا في الرياضة سي نور الدين العبيدي المحلل الرياضي وأيضا المدرب السابق للشبيبة الرياضية القيروانية وعدة فرق في الخليج هكا ولا؟ أيه. تحية أيه. لسي نور الدين، بما أنك أنت في عائلة رياضية سي نور الدين وأنت كنت لاعبة هكا ولا؟ أيه. به إذا المدرسة الابتدائية أخذت السيزيام وانتقلت لابن الجزار. سنة ثالثة كنا نتوجه التوجيه متاعنا، يعني توجهت ومشيت قريت في سوسة، عملت الشعب القصير الشعب متاع الاقتصاد اقتصاد تصرف. أي. أمي جاتها ظروف صحية قالت روحها يلزمها شكون هكا عندها ظهر لها شكون عندها في الصحة. قالت لي معناها نقص على قرايتي وندخل للسنتي. انت قريت في سوسة هكا ولا؟ قريت في سوسة. قديش قعدت؟ عام ونص. برسك عامين. عامين. وبعد التحقت بمكتب الصحة ممارضة الله إلا رضا الوالدة. هي الوالدة الله يرحمها كانت معناها الرغبة متاحة أنك تدخل القطاع الصحي. أي. أنت وكان كذلك واستجبت لأمنية ورغبة أمي لطيفة الله يرحمها والتحقت بالمدرسة علوم التمريض عامين بتباع وتحقت بعد. الحمد لله. ثم بعد وقعت دعوتك مباشرة ما قعدتش تستنى برشا. ما قعدناش شهرين ونص كالعادة عطلتنا اللي متعودين بها وعيطولنا وفي بلادنا في القروان خدمت ودخلنا قسم الجراحة متاع النساء. من الأول ظهر لي ميدان برغم اللي عديت ستاج ودخلنا وعرفنا هكا العباد والكل، أما كي دخلت للخدمة بالحق ظهرت لي حاجة غريبة أما حبيتها يلزمني نحبها. كريت المرضى. إيوا. كريت مشاكل المرضى ومريض يجي يعلم به ربي ويجي الغادي يلزم يلقى شكون نكا يتكلم هو إياه ويفرهدوا نفسانية. نعم. شديت اثنيتي وخدمت والحمد لله ولبس. طب الجراحة العامة أنت من الأول ما دخلتش طب الجراحة العامة؟ من الأول دخلنا القسم العمليات. عمليات هذا هو. ما تأقلمتش فيه. مش وما حملتش ما حملتش عب ما حملتش عب الدكاكة مبنج وشقان وما حملتش. ما حملتش ما نجمتش. وي تحولت ولا حولوك؟ حاولوني يقعد ما حبيت ما نجمتش نعرف روحي مش نجم نخدمها. حاولت القسم الجراحة متاع النساء. باه شكون كان القسم الجراحة متاع النساء؟ شكون كان يشرف عليه؟ خلينا نساعد نحطوا الإطار الزمني في مكانه. دخلت ميدان الصحة فانا عام. أواخر 81. 81 أكتوبار 81. باه أواخر أكتوبر 81 التحقت بالمستشفى الجامعي ابن الجزائر. باه من قسم الجراحة العامة اللي دخلت مرة القسم هذا. أي. تجاوبت فيه مع قصدي تأقلمت فيه بسرعة. تأقلمت لقيت شكون حطني في الإطار. شكون رئيس القسم؟ وقتها سي أحمد الجمالي. سي أحمد الجمالي أيوة. أي. لقيت معايا ممرضين كبار منهم أمي فونة يرحمها أمي فونة ورتاني حسبتني بنتها ومنها بحذاها اللي جي تعمل وتقول لي هاي. وكان هكا ولا هكا اسكت واصبر ولبس وما يسالش. لقاتني كيك البنيه المطيعه اللي معناها بجنبها بجنب امي فونا. وانت اخذت من عندها الخبره؟ اخذت من عندها الخبره الممارسه والصبر وبرشا حاجات كيفاش نتعامل مع المرضى مع زميلاتي مع الزاير كي جينا زاير. كنت تقاوى صعوبات مشاكل مع الزايرين خاصه كبدا واحد مريض او مريضه موجوده غادي معناتها نجم نقولوا يجيو العائلات نتاعهم الكل. كيفاش كنت تتعامل معاهم؟ والله مش كي يجي عبد هكا هايض ويحب معناها يستفسر شنو هي الحكايه نتاع مريضته اللي هي مش واضح فيها حتى شيء بقدره ربي يمشي من القشي كان معناها مقتنع وراضي وفات الحاجه اللي جا عليها هو هايض. ما كاينش عندكم سوجي جارد قبل؟ لا ما عندناش سوجي جارد. لا لا لا. سوجي جارد ويحترموا التوقيت نتاع الزياره.
ولا لا؟ لا لا يجوا في أي وقت، حتى كي خدمت في الليل يجيونا، وخاصة في رمضان يكملوا سهرة رمضان ويجيوا يزوروا. يعني كانت بالنسبة لك أنت معناتها تتعامل مع المرضى كان تعامل إيجابي؟ الحمد لله إيجابي، والمريض كي يستحقني يلقاني. حتى أمور نفسية مشو كان راهو معناها مش نعطي حربوشة ولا فاسم ولا لا، حتى كي يبدأ متقلق وما يمشي لبيت العملية بقلت ربي كان هادي نحضروه قبل يمشي لبيت العملية، يبدأ متشنج نحضروه يلزم هكا وهكا وهكا. أمور نفسانية. أي كيفاش كانت المعاملات مع زميلاتك ومع الإطار الطبي؟ كيفاش لا يخدمنا ك معناها سيرفي قسم الجراحة متاع نساء، كنا كاينة في دارنا دار واحدة، نعاونوا بعضنا ونهزوا على بعضنا وما نلوجوش على بعضنا. باش تمشي الخدمة يلزم نكونوا متفاهمين، خاطر إذا فما هكا عكسيات وتشنج والكل ما تمشيش الخدمة ما تمشيش. هي إيش نقول لك، هو في العمل نتاعكم تلقاو لابد هناك صعوبات تشنجات. فما تشنجات أما ما يلزمش يأثر على العمل، ما يأثرش على العمل. هذا هو. باش تمشي باش يمشي العمل بالقدا وتنجح الحاجة باش ننجحوا في عملنا يلزم نطيقوا لبعضنا. الغضاء على برشا حاجات. طبيعة العمل كيفاش كنتوا تخدموا 12 ساعة؟ لا لا نخدموا 6 سوايع ونص. 6 سوايع ونص. 7 الماضي ساعة. هذا يومين. يومين من نص النهار اللي يخدموا الصباح. 7 نتاع الصباح 7 نكونوا راهو ما كانش فما بوانتاج، ما كانش فما حتى شيء ونمشيو باحترام. 7 نكونوا في السبيطار. الماضي ساعة ونص. معناتها كي تجيو 7 باش تاخذوا الريليف على جماعة الليل. اي يستناو يبداو يستناو فينا جماعة الليل باش يعطيونا الباساسيون. باساسيون ايوا. بخلاف ما نكتبوا عندنا كراسة نتاع باساسيون. المريض اش يلزموا دواه نخليه له للعشية ولليل. ايوا. ونزيدوا ناخذوا باساسيون ابار الكتيب. وتعطيوا الوضع الحالي او الصحي للمريض هذاك اللي عالجوه جماعة الليل، شنو هو الدواء اللي مش ياخذه مثلا في التوقيت هذاك؟ كل شيء نكتبوه، كل شيء نوثقوه بالكتيبه باش منه دليل منه باش ما ننساوش. خاطر ساعات تجينا هكا مراقبه يقول لك مثلا المريض الفلاني اش عطيته؟ ترجع الكراسه قداش باش تثبتوا؟ نحن بدعنا راهو بال 40 مريض باكثر في قسم الجراحه، وقسم الجراحه ما كانش يخدم جراحه عامه اكاهو. ايوا كان عندنا وقتها نقدموا هنا في اسمه القبه. ايوا قسم الجراحه كان القبه. القبه نعم. فيه قسم العظم، فيه قسم المجاري البوليه معناها ايرولوجي اورتوبيدي وشيرجي جنرال نورو، واللي يطيحوا واللي يطيحوا حاشك على روسهم على ظهرهم الكل زاده في قسم الجراحه، كنا نخدموا في هذوك الكل. مشوا على توا مقسم كي حاولنا لا غالبه الايرولوجي وحده سيرفيس الاورتوبيدي وحده. بي اخت نوره انت خدمت في ابن الجزار وبعد حولت واحد الأغالبة. اي حولنا الأغالبة. قديش قعدت في مستشفى ابن الجزار؟ من 81 العام 97 حولنا عام 97 الأغالبة الوحدة الاختصاصات الجراحية. الجراحية اي حولنا الأغالبة عام 97. حولتوا كل معناتها الإكيب كاملة تحولتوا والا انت برك؟ لا لا الكل قسم الجراحة الكل نساء قسم النساء قسم الرجال اللي يخدموا في الجراحة الكل. والإطار مجد. والإطار الطبي زاد؟ كل كل ولينا في الأغالبة. بي انت اكل المده اللي قضيتها في ابن الجزار على مستوى المعدات على مستوى يعني كانت متوفر كل شيء؟ كان ربما على مستوى الصيدلانيه خاصه برشا عباد تتشكل كل في الدواء ذاك ماهوش موجود، كان متوفر الدواء في فتره قضيتها انت؟ والله كان متوفر الفتره ذيك، كان ساعات فما خاصه قبل اخر العام تصير هكا نقص في الدويات نعرفوه جام في نتاع لانفونتير هذا نحب نذكره هو في اواخر الثمانينات هكا الثمانينات الثمانينات يعني في 89 خدمت في الليل معناها بعدت وليت نجي خدمت حاشك 10 سنين في الليل خاطر صغاري نجي نلقاو دوينا ونلقاو كل شيء، اما ساعات كي تجينا حاله استعجاليه يلزمنا نحن نطلبوا لها. ايوا ممكن نلقاو اما ساعات نلقاو نقص في مثلا بيرفيز السيروم ما كانش هكا بلاستيك وعندك منين تحط السيروم. ايوا كان بلار، البلار يلزم معاه دي بانيي، ساعات ما نلقاوش بانيي اش نعملوا؟ يلزمنا نستحايلوا البيرفيزور القديم نقصوه ونربطوه ونعملوه بانيي نحطو سي معناها ما نحيروش ما يلزمش نحيرو ونقولوا ما عندناش هاك الحاجه وما نخدموهاش نتصرفوا. والمريض يلقى بتبع لا المريض قلت ربي ما يقصوش يدويه. باهي
إذا تحولت إلى وحدة الأغالبة ابن جزاء ابن الأغالبة بون يعني نجم نقولوا إطار جديد هكا ولا بالنسبة لي كنتي حاجة جديدة حاجة جديدة سيرفيس جديد مش كيما كنا في القبة كيش لقيتو سيرفيس حاجة متغيرة علينا مستنسين بقسم منظم مجعول سبيطار مشينا للأغالبة حسينا فما تغير و... تغير من الحسن الأحسن ولا كمعناها تهوئة ككبر كحاجة للي نحب نحكي بصراحة بصراحة سبيطارنا ابن الجزار خير سبيطار فما تهوئة فما العلو فما حاجة متهوية البيت متاع المرضى واسعة ما نحيروش حتى كي يدخل شاريو ما نحيروش ما نلقاوش صعوبة انت ترى ربما المكان مستشفى الجزار خير وافضل من ناحيه التهوئه وحتى على مستوى المكان كيفاش حتى المكان المكان قريب للعباد زاد القسم كيفاش القسم كان قسم مخصص للجراحه العامه موجود في غالبا عندنا قسمنا نحن وقسم الرجال اما ما فماش يحود طبيب يدخلك تلقى قسم الرجال تلقى قسم الجراحه نتاع النساء تلقى قسم الانعاش قابل ما نعرف مش كيما كان تحسس بالقبه قبه مبنيه على اساس سبيطار ايوا هنستها سبيطار والعمل كيف العاده خدمت في الليل خاصه في الليل خدمت في الليل وبعد قداش المده خدمتها في الليل 10 سنوات 10 سنوات وما تعرف عمل الليلي مش كعمل النهار مرهق مرهق جدا 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 يعطيك الصحه جدا وكيفاش كنت ربما تجيكش حاله من الحالات تتغير مع زميلتك ولا حاجه تقول تشد انت بلاصتي الليله لا لا سيرفيس دوك 10 سنين خدمتهم وشكون كان رئيس القسم واحد الأغالبة في الاغالبه سي خير الدين بن صالح يرحمه خير الدين بن صالح يرحمه وإطار الطبية كانت متوفره موجوده أي خاصة الاختصاص موجودين أي شكون مثلا عندنا سي منصور سلمي يرحمه عندنا هذا سي منصور سلمي جانا سي نور الدين العربي معناتها أساتذة متمكنين أساتذة بطبيعة الحال حتى دي زاسيستون زاد جاونا دي كومبيتون سي سلاح الدين الهاتفي هذوما في الأغالبة راه مانيش نحكي في الأغالبة في الأغالبة في الأغالبة مدة 10 سنوات أو أكثر عاد قعدت في وحدة الأغالبة أي 10 سنوات تقريبا 10 سنوات 97 أي برشا 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 20 سنة به أخت نورة قبل ما نواصلوا معك الحوار شو رأيك نعملوا مراوحة فنية شكون تحب تسمع الفنان نعرف مغرومة فريد الأطرش فريد الأطرش وشني الأغنية نورة نورة يا نور بلا فريد الأطرش يتغنى باسمك أنت يتغنى نور صح فرخ الله فيك إذا زميلنا أيمن ليقا اللي رافقني في هذه الحلقة من البرنامج لمسة الوفاء باش يحضر لنا أغنية نورة يا نورة للمطرب فريد الأطرش